مثل ما عودناكم كل أسبوع في عنا حلقة للمطبخ العربي العريق. بحلقتنا لليوم رح نكتشف سوا أطيب الأطباق من المطبخ السوداني. السودان يا شيف، اليوم السودان مطبخ عربي. اوكي، حنعمل كم طبق اكيد مثل العاده. حنعمل اول شيء نبلش سلطه بالبنجر، بتعرف البنجر شمندر يعني. أوكي. بتسمى بالسوداني حتى بالمصري بالبنجر كمان مزبوط. وحنعمل فلافل بس بالفول الاخضر. أوه. مش مثل ما احنا بنعرفها بالحمص والفول اليابس. اوكي، حنبلش اول شيء حنحط هالشمندر على النار. على النار نسلقها يعني شيف؟ 100% بس طرية. اوكي، يعني شو هال الطبق اللي هيك يعني قريب كثير للاطباق العربيه؟ 100% هي بلد عربي هو، ما تنسى كمان، ما تنسى انه عندهم تأثر، بس انه كده الثقافه غير، او العادات غير شوي. الثقافه اكيد مختلفه، بس كمان بتشبه كثير المطبخ العربي اكيد. لا خصيصا انه كيف في ترابط بالاكل من ناحيه الوجود العثماني، المملكه العثمانيه، الامبراطوريه العثمانيه ايامها بين هالبلاد. ففي تلاقي في ملوخيه عندهم، في ملوخيه ببلاد الشام، في ملوخيه بمصر، في الشمندر الاخري مشكل بكل هالبلدان. وما تنسى يا شيف انه كثير من البلاد العربيه الافريقيه كانت مثل صله توصل بين الخليج العربي او البلاد العربيه بشكل عام والقاره الافريقيه والاوروبيه كمان. 100% هلا هون حط شويه مي فوق هالشمندر خليه ينسلق. اوكي، فيك تشوي شوي بالفرن اما بالمايكرويف اذا بتحبي كمان. احنا بنذكر قد ايه الشمندر مهم لصحه الانسان. 100% قد ايه يعني هلا بلشوا يستعملوه كسبلمنتس، ف يعني انا مثلا بلشت كثير دخله بنظام الغذاء اليومي. 100% هلا ابني لانه له فوائد كثير عاليه، وما ننسى انه هو سوبر فود. هلا هو اكيد لسه حتى سبلمنت مثل ما احنا بيعملوا منه عصير وحتى بودره بنخلط بنشرب. اوكي، منيحه للصحه. هيدي السلطه حيكون فيها جزر، حيكون فيها بندوره. هلا حنحضر كل هال يلا